الفايف جيل الجيل واحنا مع الفايف جي. حلقة اليوم عن شيء أنا أتميز فيه اللي هي العصبية اللي تعرف اللي يجيك كذا. في ناس يا أخي في ناس يا أخي ما أدري وش فيه، تحس إنه يوميا يصحى على 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 كف واحد رامي عليه موية وفي تفال في الموية اللي شربها، بعدين تحس إنه دايم معصب. في بعدين أنواع للعصبيين. أنا الآن عصبيتي هذه عصبية هادفة، يعني قاعد أعصب عشان ما أخليكم تعصبون قاعد أعصب عشان أنصحكم. في ناس لا، في ناس أنا أحطهم أنواع. في عصبية الأجواء اللي يجيك دايما معصب لأنه برد. يا اخي والله برد يا اخي، اقسم بالله والله العظيم الفروه ما تكفي يا اخي، وش الكلام. بعدين المشكله ان البرد يدخل في العظم، يجيك عصبي عشان البرد. في ناس عصبي لانه حر، انا من هذول الناس الصراحه، بكون صريح معاكم شويه، انا اعصب في الصيف لانه حر صراحة. ما في اي عذر ثاني يا اخي. في الدول الثانيه الناس يموتون من درجه الحراره 28، يموت. احنا 52 والوضع والله العظيم اطلع برا اقول ما شاء الله والله، لا والله حلو. شوف في غيوم يا شيخ، الجو جميل، الجو حق شوي. لا مو حق شوي يا كذاب، الجو جو انك تتعرق في السياره الى ما يصير مسبح. يمديك انا في السياره في الصيف احط سمك على جنب من العرق، تلقاه قاعد يسبح السمك عادي. بعدين في ناس يجيك عصبي على الجوال، اللي يجيك يكون عادي طبيعي، وكيف الحال يا محمد، الحمد لله، شوي بس تجي مكالمه ها وشو لا، بعدين يعصب يصير يضربنا كلنا. اقول لك لا تتكلم. يعني في ناس عصبيتهم على الفاضي، في ناس يعصبون من فيفا يا اخي. اخويا يعصبون من فيفا لاني دخلت عليه هدف مع خلاص ما عاد يرد علي، سوالي انفولو في انستغرام، يعني مره زعل. عرفت الحين عندنا الزعل كذا، او ماي جاد والله العظيم لا اسوي لك انفولو. وين عصبيه الرجال؟ وين العصبيه اللي زمان لا عصب الرجال البيت يهز، البيت خايف، العالم يتغطى. انا ابوي اذا عصب، ابوي اذا عصب يتغطى في بطانيه ازبل، صار كأني سلحفة. اللي ابتعد عنه يصير كأن النمر. احنا نسميه في البيت الليث الابيض يعني. واتوقع ان يمدينا نحل المشكلة، يعني خل نسوي احصائيات للبيوت اللي فيها ناس عصبيين. اذا طلع الرجل هذا عصبي نحط علامة عند البيت، شفت علامة قف، نفس الشيء بس فيها سهم مكتوب احترس فيه عصبي، حطوها على سيارته. خل نبتعد عنك يا رجل عشان تهدي اعصابك شوي. يا اخي في ناس يجيك عمره 18 عنده شاب يا اخي حرام عليك نفسك وتقع معصب على شيء سخيف. في ناس يجيك يعصب مثلا من الجامعة، اوكي الجامعة تقهر، الدكاترة معفنين، إيه يجيك دكتور شايف نفسه لأنه هو دكتور والطالب يناظر فيك كأنك بس في المحاضرة مو بآدمي، اللي إيه أوكي أوكي عادي. في ناس مثلا يعصب لأنه دوامه طويل. اللي أنا مو فاهمه، اللي أحس إنه غبي، اللي أحس إن هذا المفروض ناخذ الأكسجين لأنه قاعد يضيع أكسجين علينا حي على الفاضي، اللي يعصب للتلفزيون تهبل. في ناس يعصبون من مسلسلات يا أخي، بس يا أخي بس ليش مات يا أخي، حرام كان شخصية لطيفة جدا يا أخي. تلفزيون تمثيل يا غبي يا غبي الرجال حي في الصدق ما مات الا والله شفتهم طعنوه 13 مره. في برنامج اسمه جيمز اوف ثرونز، العيال ما عاد صاروا يتكلمون عشان الحلقه الاخيره مات فيها واحد هم مره يحبونه. غبي انت غبي الرجال تاكي في الاي مع فراري وانت تاكي قاعد تبكي في الملحق يا غبي. في ناس عصبي السيارات، هذا يسمونه رود ريج او غضب الطريق، هذا شيء مشهور في العالم، هذا يكون حيوان جوا السياره من الاخير، يعني انت ما تفهم هو وش يبغى، ما تدري ليش معصب، تلقاه معرق ومسح جبهته كل شوي. هذا يعصب من بوري، يعصب لو الراديو ما في برنامج اللي هو يحبه، يعصب من الدريشة كذا فجأة اللي قزاز ليش؟ ليش ليش قزاز السيارة؟ في ناس أنا اللي أسميه العصبي بلا سبب، هذا هو المفروض نأخذ منه الأكسجين، لأن هذا الآدمي المفروض إنه ما يعيش أصلاً، هذا الآدمي أصلاً ما راح يعيش، يا أخي هذا يجيك يعصب من مثلاً خلنا نقول هو تاكي في الملحق، شوي اشطف الدبانة، جبت نظر في الدبانة اللي يصير عصبي لدرجة إنه يكلمها، الغبي المتخلف عقلياً، يو هاي خلاص يا أخي بالله يا أخي والله العظيم أبي أنام، فك أمي من زين، الدبانة لا تسمع يا حيوان، والعصبية مهي الحل. شنو هذا؟ قم تمام قم تمام ساعة
السلام عليكم. حياكم الله مشاهدينا في استراحتنا. راح نتكلم عن أخبار غريبة وجديدة ممكن على البعض، لأنه راح نثبت أنه دائما حنا الصح وغيرنا هم الغلط. تعالوا راح نتكلم عن الأخبار بسرعة بسرعة أكثر أكثر أكثر. أيوة 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 أيوة. حيا الله العيال. حبيبي الماشر ابو خضر حبيبي والله نايس اللبس هذا يعني. ابو خضر بعض الناس بس احنا لا لنا الله. طيب يا شباب، احنا دائما متعودين بصراحتنا انه نتكلم نصاب سوالي عدز يعني لا تكذب لو سمحت ما اشارك ابد. طيب دائما نجي نلعب فيفا وبلوت نتهاوش ونطلع. طيب اخر صكه كم انتهى؟ اخر سكه ايش؟ ايه اخر سكه بالبلوت اليوم ما ادري، انا ما قلت ما اذكر. من اللي لعب اليوم يا شباب في البلوت؟ عزيز اكيد سبه هو اكثر واحد يلعب ولا عنده قيد اللخمه اسد. بالله في قيد في عالم البلوت لخمه، واحد يقول لك ما ادري ايش، لا لخمني قيد. لخمني قيد. طيب شوف اوكي، دائما نلعب فيفا ونلعب بلوت وكذا، لكن اليوم خلونا نسولف نغير جو عن اخبار غريبه، ممكن البعض يصدقها وممكن البعض يقول لك لا والله انا ما اصدقها. اول خبر يقول لك ممكن، اذا بعض الناس انت تعرفه ينفع بالله غير الخبر اشر عليه. لا 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 اشر عليه. اي خبر اي خبر؟ صعقه كهربائيه في المخ، انه من ممكن تحسن قدراتك في ماده الرياضيات لمده 6 شهور قدام. هذا عالم يوناني قالها. شوف الرياضيات خطص صعقه. بالعكس انت متمم، بسم الله عليك في الرياضيات. اشر اشر عاد انت عارف مبتعث مو زي بعض الناس. طيب جميلك ذاك. طيب ابغى تعليق منك يا ابو زهر على الخبر ده. لا تاخذ تعليق من ابو زهر الله يرحم امك وكل خبر بقى. طيب اوكي، في عام 1991 يا عيال هدد رجل يبلغ من العمر تقريبا 82 سنة إحدى شركات السجائر، رفع عليهم قضية يطالب بتعويض قيمته $1,000,000. تدرون ليش؟ لأن الدخان ما قتله طال عمره. كيف؟ عشان ما قتله، عشان ما مات؟ يبي ينتحر بأي طريقة هو. أنا الله عمال حقه وقروشه. كيف كيف هو دقيقة لما ما مات؟ هو كان يبي يموت وصار يدخن كل يوم شراها. هذا ورب النعم انه فاضي، والله انه فاضي. قال انا ادخن يمكن 15 سنه ولا مت، ايش هو بلاذي؟ انا احرق لي كم ولا سرطان ولا ربو حتى. بوب مارلي ذا. الحمد لله احنا بوب مارلي رئته زي الحريقه لين مات، حتى ما مات سرطان. كذب، الدخان ما يضر. لا امزح امزح لا سرطان. طيب عام 1980 يا عيال في قبل ميلادنا انا وياك بعشر سنوات اي تقريبا. خلاص الله يقطعكم. فيه واحد مجرم اسمه تروي. شو اسمه؟ تروي، مو الفيلم ذاك. لا لا لا. عام 1980 الرجال زبى من السجن، حلو، قبل تنفيذ حكمه الاعدام بيوم. الغريب في اليوم الثاني مات بحادث. لا تخانق مع ناس ومات. هذا حق السجن. منحوس ده. بس والله انه فقع من السجن والله يستاهل يا ابو خضر. بريزن بريك ابو خضر والله يستاهل. فقع من السجن. طيب طيب لحظه لحظه، الحين على طاري السجن وفقع ومات. لا تسوي مثالي قدام الكاميرا، لا تسوي مثالي قدام على طاري السجن وكوكا كوكا. تكلم عادي. ابي جريش. يا اخي واحد يقوم نضربه يا عيال. طيب اوكي اوكي اسمع اسمع ابو خضر. يستاهل 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 يستاهل. حبيبي ابو مشاهدينا، هذه كانت سوالفنا لليوم في الاستراحه. ان شاء الله بكره راح نلتقيكم في حلقه جديده ان شاء الله، ونتكلم عن سوالف اكثر. يعطيكم العافيه، ان شاء الله تنبسطون معنا دايما. في
هنا الاي هنا الاي هنا البي هنا السي هنا البي هنا السي هنا البي هنا الاي هنا الفايف هنا الجي واحنا مع الفايف جي.